مرحبا، نحن اليوم رح نكفي سلسلة تعليم الراينو. رح نتعلم كيف ناخذ فايل من الاوتوكاد. انا هاد شغله على الاوتوكاد، رح ننزله على الراينو ونكفي عليه شغل 3D. بالبداية رح انا فاتحه هون للفايل على الراينو. كيف نحن بنفتحه؟ اول شغلة هاي النسخة، نسخة ماك، تختلف شي بسيط عن نسخة الويندوز بالواجهات، اما التولز الادوات ذاتها. الكوماند عنا بصير بمستطيل صغير هون، الأدوات شكلها شوي بيطير بس هي ذاتها. السناب اللي كانوا عنا تحت موجودين بالنسخة الويندوز هون صاروا عنا فوق، أما كتوتال كله نفس الشيء. أول شيء في عنا فايل إمبورت، عنا هاي اللي كلها هاي نسخة الأوتوكاد، هي الذات اللي كنا فاتحينها. رح نعطيها open ورح تجي لعنا له. طيب انا رح صغر شوي الملف، يعني انا اغلبهم ما بدي اياهم، رح خلي اخر تنتين بس. رح خفف شوي من حجمه، كمان بدي خلي طابق واحد، ما راح خلي اثنين. اول شغله، نحن الاوتوكاد يلي بيجي على الراينو كله بيضلوا محافظ على الشكل اللي هو فيه. يعني مثلا اللي انا راسمه كيرف راح يضلوا كيرف، يلي عندي اياه هاتش راح يضل هاتش، يلي جاييني بلوك راح يضلوا بلوك، الكتابي راح تطلع عندي كتابي، كل شيء نفس الشيء. الالوان شيء شوي بتتغير، وهي يمكن اذا بدنا نطبع نحن طباعه شيء ملف اوتوكاد جيد عنا رح يطلع شويه الاختلاف فقط بالالوان. اكيد كله فينا نعدله، كنا فينا نغير فيه. اللايرز هي ذاتها اللي شغالين على الاوتوكاد، هي ايش طلعنا لها. طيب يعني صفى لما عرفنا انه جاي عنا الفايلات لاينات فصارت اسهل شوي. طيب اذا انا بدي اشتغل شيء، فرضا بدي ارفع هاي الغرفة 3D او اي غرفة تانية ممكن تكون اصغر شوي. طيب خلينا نرفع حمام، ممكن لان اسرع شوي علينا ان شاء الله. طيب انا في عندي هاي. هلا اول شغلة اليونت اللي نحن جاي لعنا هي متر. طيب انا بدي اغير يونت في فايل سيتنج، رح اجي على اليونت هي مليمتر، خليها سنتيمتر وبعطيها. اوكي. طيب انا رح اجي لهي، رح اعطيه اكسترود كير، رح ارفعه الارتفاع هون بالفيلا هاي كان 370 سنتي. انا بحول للمتر. اوكي اوكي العملية ذاتها هون، الخط هاد هون طلع لنا سطحين على سوا بعض. هون رح احذف هاد، رح خلي اشتغل على الشيدد. هاي الهاتش رح شيلها، اكسترود. طيب عنا هدول، بقي عنا طيب. اوكي طيب انا هاي
رح أعطيها extrude surface رح أعطي thickness للجدران اللي عندي بس بدي أعطيهم أول شغلي join حتى يصيروا كلهم عندي قطعة واحدة رح يصيروا عنا قطعتين بمكانها هي join رح أعطي offset surface رح أخذ distance اللي هي هاي رح أعطي d أعطي offset surface طيب أنا عندي من هون لهون عندي 140 سنتي طالع الشباك من الأرض وراجع طالع 140 سنتي من فوق طيب في عنا طريقة تانية نحنا رح آخذ كوبي منه بما إنه الارتفاع ذاته أخليها على 20 هاي أو أقل من 20 أكثر من 20 خليها هيك كمان هاي رح أعطيها offset surface رح أعمل كوبي من هاي نزلها هون هعمل سكيل وان دي اخذت سكيل 3 دي راح اخذ سكيل 1 دي راح نزل الارتفاع شوي طيب انا صار عندي هذا هيك شكله بفرض انا بدي اشتغل بدي انزل بلوكات بالطريقة ذاتها اللي تعلمناها الدرس الماضي انا في روح على 3D Warehouse في نزل خلينا ناخذ هاي اول شيء الوش رح نزلها رح نزلها بال 2017 ممكن قلنا شيء هو في فيها شاور رح ننزل هاي كمان ممكن ننزل هلا هدول بكفوا بتوقع فايل امبورت رح تاخد شوية وقت بس لحتى يجي الفايل لعنا هاد رح شيلو السلك تبعو خليه قريب مني رح ظهر السكيل تبعو اوكي انا عندي بدي اخلي الارتفاع تبعه
لازم يطلع من هون لهنيك 85 سنتي، يعني هيك بصير السكيل النظامي تقريبا عنا. غير هاي السكيل تبعه صار شيء بسيط كده. اوكي هذول الأضواء رح يطلعوا لنا على السقف، رح يجوا على عنا كتير لورا. ايه تمام، هلا هاي نزلت عني، رح نجيب الشاور مثلا. فايل امبورت، نروح على الديسكتوب، شي عنا مع الجدران تبعه، انا ما بدي شجار. انا هدول كلهم رح شيلهم، حتى هاي ما بدي اياها. رح صور الديسكيل تبعه حتى تنزل عندي بالمكان هذا. أول شغلي رح أحط شغل هاي مكانها، بعدين ناخذ هاي رح نغير السكيل. طبعا هاي بهذا الشكل، طبعا عملت سلكت ونزلت كلهم لتحت. النتيجة صارت عندي هاي. هن نازلين مع الماتيريالز تبعهم، اكيد فينا نغير الماتيريال، فينا نتحكم